السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يمنح السفير الباكستاني بدمشق وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة. موسكو تقول العالم يسير على حافة الهاوية مع قصف أوكرانيا لمحطة زابورجيا النووية. وفي مضيق تايوان الصين تكشف عن استمرار دوريات الاستعداد القتالي بانتظام. أجرى وزير الخارجية فيصل المقداد اتصالا هاتفيا مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان. وخلال الاتصال عبر الوزير المقداد عن الأهمية التي توليها سوريا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ورحب بالتقدم الذي تم إحرازه في مختلف المجالات. كما تناول الحديث الأوضاع على الساحة العربية وآخر التطورات. من جانبه أكد الوزير البوسعيدي سعي السلطنة الدائم لإيجاد تآلف وتفاهم بين كل الدول العربية ودعم سلطنة عمان لدور سوريا ومكانتها وأهمية استقرارها ووحدة أراضيها وأن تتخلص من أي تدخلات خارجية. واتفق الوزيران على استمرار التواصل وبذل الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. منح الرئيس بشار الأسد السفير سعيد محمد خان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تكريما لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات السورية الباكستانية وتقديرا لتفانيه في أداء مهامه سفيرا لبلاده في سوريا. وفي حفل وداع أقامته الخارجية قلد نائب وزير الخارجية بشار الجعفري السفير الباكستاني الوسام، كما نوه الجعفري بالدور المهم للسفير في ظل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها سوريا لتعزيز العلاقات السورية الباكستانية. كذلك ثمن الدكتور الجعفري موقف باكستان الشجاع والثابت وحفاظها على العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى وإبقاء سفارتها وسفيرها في دمشق. وعقب تقلده الوسام أعرب السفير محمد خان عن جزيل شكره وامتنانه للرئيس بشار الأسد، ولفت إلى عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين. قال مصدر أمني إن الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية تم خلالها قتل الزعيم العسكري لتنظيم داعش في الجنوب الإرهابي أبو سالم العراقي. وأفاد مراسل سما في محافظة درعا بمقتل الإرهابي الملقب أبو سالم العراقي بتفجير نفسه بحزام ناسف بعد محاصرته من قبل وحدة من القوات الرديفة في أحد المنازل في بلدة عدوان بريف المحافظة الغربي. ونقل أن مقتل الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل الجهات المختصة التي اشتبكت معه قبل أن يفجر نفسه، وأسفر ذلك عن استشهاد عنصر إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم رهينة. واصل الاحتلال التركي تصعيده في أرياف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، ووسع دائرة هجماته على قرى وبلدات الشريط الحدودي بالتزامن مع تفعيله حرب المسيرات التي حصدت مزيدا من الأرواح وإدراجه ريف حلب الشمالي كهدف متكرر ودائم لعدوانه. تصعيد ميداني وإعلامي تركي مستمر في الشمال رغم أن نتائج الراشحة عن قمتي سوتشي وأستانا في طهران تؤكدان تأجيل الأتراك لأي عمل عسكري جديد وربما إلغاؤه مع استمرار التنسيق الروسي الحكومي لإزالة كل الذرائع التركية في شن عدوان جديد على مدن وبلدات الشريط الحدودي. مع ذلك لا تكف المدفعية والراجمات والمسيرات التركية من تنفيذ اعتداءاتها على مدن وبلدات الشمال السوري بحجة ملاحقة عناصر ميليشيا قسد مخلفين شهداء ومصابين مدنيين ودمارا وخسائر مادية كبيرة.
قائمة القصف التركي توسعت هذه المرة لتشمل مدن الدرباسية وعمودة وأريافها، ووصلت حتى مدينة القامشلي من خلال استهداف المسيرات لمرتين سيارات في المدينة خلال أقل من 3 أيام. التصعيد الميداني المستمر تزامن مع تصعيد إعلامي عبر عنه صراحة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من خلال تأكيد إصرار بلاده على استكمال بناء المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومتر على امتداد المناطق الحدودية، لما قال أنه بهدف القضاء على خطر كل من حزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية في سوريا. الواضح أن أنقرة تضغط ميدانيا وعسكريا في محاولة لإجبار قسد على الانسحاب بالكامل مع إدارتها الذاتية من الشريط الحدودي أو إبقاء تهديداتها العسكرية قائمة لإطلاق عدوانها في أي لحظة. ولذلك فإن استمرار التنسيق الروسي السوري لاستكمال الانتشار العسكري للجيش السوري بسيادة كاملة على امتداد الشريط الحدودي لا يزال يبدو الخيار الوحيد لوقف تركيا لتهديداتها، لتكون بذلك مقدمة لاستعادة السيادة الوطنية السورية حتى على المناطق التي تحتلها تركيا. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. بعث أبناء الحسكة برسالة تحد إلى المحتل الأمريكي والتركي والميليشيا المرتبطة بهما عبر إقبالهم الكثيف على الترشح لانتخابات الإدارة المحلية، حيث كانت صورة الحشود أمام مبنى المحافظة في المدينة تأكيدا على تمسكهم بخيارهم الوطني وانتمائهم إلى الوطن سوريا. اليوم كان العدد جدا كبير، وكانت تسهيلات من قبل المحافظة على وجه، زدنا أعداد الموظفين الخاصين بمساعدة اللجنة القضائية، السادة القضاة متعاونين إلى أبعد الحدود، مديرية التجارة وحماية المستهلك أيضا هي جاهزة على مدار الساعة، مدير الصناعة أيضا جاهزة على مدار الساعة، النفوس وجميع الدوائر التي تتعلق باستخراج الأوراق هي جاهزة على مدار الساعة. عمدنا من اليوم الأول نحن كلجنة قضائية فرعية للانتخابات إلى تحديد أماكن، طبعا بالتعاون مع الكادر الإداري الموجود بمحافظة الحسكة، إلى تحديد مواقع الترشيح، تأمين المستلزمات كافة اللازمة من قرطاسية ومقاعد وغيرها ومبنى وإلى آخره. إقبال متزايد بشكل كثيف عن سابق الأيام، وأعداد كبيرة، والطلبات بشكل تسهيلات تتم من قبل اللجنتين دون أن يتم رد أي طلب، وجميع الأمور كانت تسير بشكل جيد ووفق القانون ووفق الأصول. طلبات ترشيح لحد الآن شيء 700 طلب ترشيح تقريبا، وما زال العمل مستمر لحتى يوم الخميس الساعة 3:30 باستقبال طلبات ترشيح للأخوة المرشحين. في أوراق وبيانات مطلوبة لازم المترشح يقدمها مع ملفه، هي إخراج قيد مدني فردي مكتوب عليه منذ 10 سنوات سوري عربي سوري، ووثيقة لا حكم عليه تبين أنه هو غير محكوم جرم جنائي أو جنحة شائنة، وطبعا أكيد لازم يكون ناخب الموطن اللي هو يقدم عنه. قامت الأمانة العامة بتعميم على كافة الجهات العامة ذات الصلة بالعملية الترشيح بالتزام بالدوام لحتى انتهاء عملية الترشيح. أيضا تم الإيعاز من قبل السيد المحافظ لمديرية الصناعة ومديرية التموين بالدوام في مبنى الأمانة العامة للمحافظة من أجل تقديم وثيقة سجل تجاري وسجل صناعي تسهيلا على الأخوة المرشحين. أكد مجلس الوزراء أهمية تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية بهدف الوصول إلى مجالس إدارية فاعلة لناحية تطوير العمل وإحداث تنمية حقيقية على مستوى كل وحدة إدارية ومجلس مدينة أو بلدة، وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي في ظل التوجه الحقيقي لتفعيل اللامركزية الإدارية ومنح المجالس المحلية صلاحيات واسعة. كان إقبال ممتاز، أفضل من الأيام السابقة بكثير، نتيجة تأخر بعض المرشحين في استكمال أوراقهم. اليوم أغلب المرشحين باشرت تستكمل أوراقها تتقدم فيها للجنة، وصار إقبال جيد وازدحام حتى شديد اليوم. يوم الاستحقاق الذي نجريه الآن في مدينة خان شيقون في المناطق التي كانت
خارج السيطرة وأصبحت الآن ضمن السيطرة. لأول مرة يجي الاستحقاق في مدينة خان شيخون، وهذا وحده يعني هذا إنجاز ونصر لإجراء انتخابات الإدارة المحلية. نحن اليوم بمحافظة أدلب واللي عم بتقام فيها يمكن لأول مرة انتخابات مجالس محلية، هذا الشيء بحد ذاته هو نصر لسوريا ولشعب سوريا ولمحافظة أدلب بالذات اللي عانت كتير بهاي الحرب وبهاي الأزمة. المجالس المحلية هي نقطة الوصل الأقرب للشارع السوري أو للمجتمع السوري إذا صح التعبير. دورة كتير مهم لحتى تكون فاعل ونقل هموم المواطن أو معالجة المشاكل اللي عم بيعاني منها المواطن بعدة مجالات خدمية. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال قصف طيران الاحتلال على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة السبت الماضي، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان على القطاع الذي استمر 3 أيام إلى 47 شهيدا بينهم 16 طفلا و360 مصابا بجروح مختلفة. كما أسفر العدوان عن تدمير 9 أبنية سكنية وإلحاق أضرار بأكثر من 1500 منزل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق 100 صواريخ على مستوطنات الاحتلال. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا على هدم منزله في بلدة بيت حنينة في مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الأشقرية وأجبرت فلسطينيا على هدم منزله، ما أدى إلى تشريده مع زوجته وأطفاله 4. أعلنت الدفاع الروسي عن إسقاط القوات الجوية لثلاث مقاتلات أوكرانية في سماء نيكولايف وتسع مسيرات. الفريق إيغور كوناشينكوف أوضح أن الضربات فائقة الدقة دمرت في دونتسك مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية إلى جانب القضاء على 30 عسكريا. وفي قرية أندرييفكا بخاركوف تم تحييد 100 عنصر من العناصر المتطرفة وتدمير المدفع الألماني المضاد للطائرات جيبارد الذي سلمته ألمانيا إلى نظام كييف. القوات الجو فضائية الروسية دمرت في جمهورية دونيتسك مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54، كما قصفت القوات 5 مراكز قيادة بما في ذلك قيادة اللواء الجوي رقم 46 في خيرسون وفوج الحرس الوطني خورتيتسا بمنطقة زابوريجي والتشكيل القومي المسلح أيدار في جمهورية دونيتسك. وتم تدمير المدفع الألماني المضاد للطائرات ذاتي الحركة غيب، كانت ألمانيا قد سلمته لنظام كييف، إضافة إلى تدمير قاذفة لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني من طراز S-300 بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأسقطت الطائرات الروسية في سماء نيكولايف 3 طائرات تابعة للقوات الأوكرانية، وتم إسقاط 9 مسيرات أوكرانية وصاروخين باليستيين من طراز دوشكا أو. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العالم يسير على حافة الهاوية في ظل إصرار قوات كييف على استهداف محطة زابوروجيا النووية. وبالتزامن تقدمت موسكو بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الهجمات الأوكرانية على المحطة، داعية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى تقديم تقرير أمام الجلسة. وفي التطورات اتهمت مجموعة الدول الصناعية 7 موسكو بأنها تعرض للخطر المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوروجيا. خطر المواجهة النووية عاد بعد عقود. محطة زابوروجيا النووية
اسم بات عنوانا لكارثة وشيكة. التطورات الأخيرة في المحطة النووية الكبرى تثير مخاوف العالم، مما يضع القارة العجوز على شفير كارثة نووية كتلك التي وقعت في تشيرنوبيل عام 1986. صدفة كانت وراء عدم حدوث تسرب إشعاعي، تصريح لوزارة الدفاع الروسية يثير الكثير من القلق، مبينة أن النظام الأوكراني يرتكب عملا إرهابيا نوويا، وإن الدول الغربية التي لها نفوذ على أوكرانيا يجب أن تضغط على كييف من أجل وقف قصفها لمحطة زاباروجي. بدورها شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة أن تعي الأمانة العامة للأمم المتحدة عواقب الكوارث التي من صنع الإنسان، وأن هذه ليست مجرد تجارب خطيرة للعلماء يوظفونها لصالح العالم والتنمية والبحث عن مصادر طاقة بديلة، ولكن هذه أعمال جشعة لنظام كييف عواقبها لن تقتصر على حدود جغرافية معينة. القصف الأوكراني لمحطة زاباروجيا النووية يضع العالم على حافة الهاوية، وقرار منع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التفتيش على المحطة غير مسؤول، ويترتب عليه أحداث خطيرة. بعد ظهور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في منطقة زاباروجيا، زعم مسؤول عسكري أوكراني أن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها من أجل السيطرة عليها بالكامل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قام بدوره المحدود بالدعوة للسماح لمفتشين دوليين بدخول محطة زاباروجيا النووية لترد موسكو بمد يد العون لتنفيذ ذلك، مع التشديد على ضرورة التأكد من أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور محطة زاباروجيا النووية بالفعل. زاباروجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والمحطة ذات أهمية استراتيجية لروسيا نظرا لأنها تبعد حوالي 200 كيلومترا فقط عن شبه جزيرة القرم، يشهد محيطها هجمات جوية. والمثير للجدل أن الحرب الحالية كانت المرة الأولى في بلد يملك مثل هذا البرنامج النووي الضخم الذي تم تأسيسه منذ فترة طويلة. حملة تضليل كبيرة تتعرض لها موسكو من قبل وسائل الإعلام الغربية بتحميلها المسؤولية عن الوضع في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، إلا أنه ليس الاستفزاز الأول من قبل كييف في المنشآت التي قد ينجم عنها خطر إشعاعي. فقصف محطة زاباروجيا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متعمد ويهدف لتشويه سمعة روسيا، فيما تستهتر السلطات الأوكرانية حيال هذا الأمر بحياة الآلاف. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستجري تدريبات عسكرية متعددة في دول البلطيق وتنشر قوات إضافية في المنطقة، وذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. سيكون لدينا عدد من التدريبات في المنطقة، لقد رأيتم أننا نقوم بذلك العام الماضي، ويمكن لهذه التدريبات أن تجلب قوات إضافية للعمل في منطقة البلطيق وكذلك في الجناح الشرقي. أعلنت الدفاع التايواني أنها رصدت 10 سفن و36 طائرة حربية صينية في محيط تايوان، وقالت أن 17 طائرة حلقت في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان. بالمقابل أكدت الصين انتهاء تدريباتها قرب تايوان، وأوضحت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني أنها اختبرت بشكل فعال قدرة القوات القتالية في أثناء العمليات المشتركة، وأضافت بكين أنها ستنفذ بانتظام دوريات للاستعداد القتالي في مضيق تايوان. صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو في الوقت الذي تمضي فيه الدولتان الاسكندنافيتان للحصول على الموافقات التشريعية على طلبهما. ويأتي توقيع بايدن على بروتوكول موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة
بصالح الخطوة بتصويت 95 عضوا مقابل واحد لصالح انضمام الدولتين، ما يجعل واشنطن الدولة 23 من أصل 30 بلدا التي تقر الانضمام رسميا. عند المحطة 23 تستكمل فنلندا والسويد طريقهما لدخول أعتاب حلف الناتو، ليعزز الحلف جناحه الشرقي بمزيد من القوات والعتاد. جو بايدن والذي تحمل بلاده رقم 23 من أصل 30 دولة معتاد على نسج الخطابات المبعثرة في كل مناسبة، ليعلن هذه المرة أن موافقة بلاده على انضمام الدولتين للحلف سيحقق الأمن والأمان في العالم بتحقيقهما كل متطلبات الحلف. علينا أن نردع المخاطر قبل أن تلحق الضرر بشعوبنا وشركائنا. مع حلفائنا سنرسم المستقبل الذي نريد أن نراه، وسنواجه معا أي اعتداء أو تهديد بالاعتداء. إن أبواب الناتو مفتوحة لكل الدول التي تستوفي شروط الانضمام إليه. بوتين الذي كان يريد تقويض الناتو حصل على عضوين جديدين في الحلف، جملة أكد الكثير بأن غايتها استفزاز موسكو التي تزعجها هذه الخطوات أمام حدود بلدها التي ترى بانضمام البلدين للناتو سيجعلهما تحت تأثير أكبر للولايات المتحدة وستصبحان هدفاً للتخطيط العسكري للحلف. تصريحات الخارجية الروسية أيضاً حملت تهديداً مفاده أن أي إجراءات من قبل الدولتين ستقابل رداً روسياً لا مفر منه. وعن طبيعة الرد الروسي أيضاً يتوقع أن ترفع موسكو الجاهزية العسكرية في بحر البلطيق، خاصة إذا نشر الحلف قواته على أراضي السويد وفنلندا، هذه الأخيرة التي ترتبط بحدود برية طويلة مع روسيا، ومع إمكانية تضمين قوات الاحتياط في السويد وفنلندا ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب 4.5 مليون جندي، ومع قابلية تلقي كلا الدولتين إضافات تسليحية مهمة ونوعية. وإلى أخبار اقتصاد مع خالد. تفضل خالد. يعطيك العافية. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. بمشاركة أكثر من 12 دولة عربية، انطلاق أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابة العمال العرب بدمشق. وزارة النفط والثروة المعدنية، الإنتاج اليومي من النفط أكثر من 80,000 برميل، يسرق الاحتلال الأمريكي معظمه. أهلا بكم من جديد. انطلقت أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابة العمال العرب في مجمع صحارى بريف دمشق بمشاركة أكثر من 12 دولة عربية في أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابة العمال العرب. تحت شعار قوتنا في وحدتنا وبمشاركة أكثر من 12 دولة عربية، انطلقت أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابة العمال العرب في مجمع صحارى بريف دمشق. المؤتمر الذي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون البناء بين شركاء وأطراف عملية الإنتاج العرب، الحكومات وأرباب العمل والعمال، بما يساهم في رسم سياسات تنموية تحقق طموحات العمال العرب وتحسن من أوضاعهم. لازم يكون في نتائج قريبة، لأنه إذا ما في نتائج كأنه شغلنا كله راح على الأرض، فلازم نحن شغلنا يبين له نتائج، ومتوقعين نتائج كتير كبيرة الحقيقة بهذا الحكي. هي لبنة أولى فيني أعتبرها من التقارب العربي العربي نوجدت بالمجلس المركزي اللي انعقد للاتحاد العربي للعمال العربي بسوريا بدمشق، له معنى كتير كبير إنه انعقد بسوريا بدمشق، انه رجعنا نحن نتألق عربيا بدمشق بسوريا بعد ما حاولوا كتير انه يقصونا. طبعا ما حدا بيطلع بيده لانه بلد دمشق ما في دول عربية، ما في وطن عربي. هناك ايضا توجه لتوقيع بروتوكول نقابي عربي يضمن تقديم الخدمات النقابية للعمال العرب في اي موقع تواجدوا فيه. يعني عامل سوري كان عنده مشكلة في الاردن، اتحاد عمال الاردن يتصدى لمعالجة هذه المشكلة، وهكذا. من المتوقع أن يوقع هذا البروتوكول. أيضا هناك يعني مقاربة لكل التحديات التي تواجه العمال العرب والسعي لتوحيد المواقف
ضمن إطار الاجتماعات النقابية التي تعقد في إطار منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والتكتلات والمراكز النقابية العربية والإقليمية والدولية. المؤتمر أقر تعديلات دستورية مهمة باتجاه إعطاء المرونة واللامركزية في عمل الاتحاد وعصرانة وتطوير وترشيق أساليب العمل واستجابة لمتغيرات أكثر من نصف قرن من الزمن. وتم خلال المؤتمر انتخاب جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا أمينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للسنوات الخمس المقبلة. كلنا بنبقى فخورين وإحنا جايين هذا اللقاء، وإحنا كنا بنيجي كل سنة في الاحتفال السنوي بدولة سوريا، فإحنا إن شاء الله النهاردة على مائدة الحوار بنشوف مشاكل الطبقة العاملة، بنشوف التوافق العربي، بنشوف لم الشمل العربي، وإن شاء الله موفقين. ينعقد المجلس المركزي الثاني بالعاصمة دمشق تحت شعار توحيد الكلمة. الحقيقة اليوم راح نطلع بمخرجات تخص العامل الوطن العربي وعمال العمال العرب تخصهم، وإن شاء الله نتفق على صيغة تخص جميع عمان. البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى مقاربة التحديات التي تواجه العمال العرب في كل أقطارهم ودولهم بما فيها تحديات الفقر والبطالة، كما شدد على أهمية تعزيز حضور المنظمات النقابية العربية في أوساط جماهيرها ومحاكاة قضاياهم وتحقيق تطلعاتهم والانفتاح على التكتلات النقابية الإقليمية والدولية لخلق تفاهم مشترك حول كل القضايا والتحديات التي تواجه أمتنا العربية. أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن كمية إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 14 مليون و500 ألف برميل بمتوسط إنتاج يومي وصل إلى أكثر من 80 ألف برميل، يتم تسليم 14 ألف و200 برميل منها يوميا إلى المصافي، بينما تسرق قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية. وبيّنت الوزارة خلال اجتماع عقد لمناقشة خطط عملها وعمل الشركات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي ملياري متر مكعب بمعدل إنتاج يومي وصل إلى 11 مليون و300 ألف متر مكعب يوميا، منها 11 مليون و100 ألف متر مكعب يوميا غازا نظيفا. هذا وأوضحت الوزارة أن الغاز المنتج يتم تسليم 82% منه لوزارة الكهرباء و3% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط، كما بلغ متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي 8 ملايين و600 ألف متر مكعب، بينما فيها محطة السويدية، وتم إدخال ثلاثة آبار غازية في الإنتاج، بينما بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي 42 ألف طن بما يعادل 234 طن في اليوم. أعلنت وزارة المالية فوز سبعة عارضين هم أربعة مصارف عامة ومصرفان خاصان وعرض واحد مقدم من قبل العملاء في المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة، حيث بلغ حجم السندات المخصصة 227.6 مليار ليرة سورية تغطي أكثر من 75% من حجم الإصدار المستهدف. هذا وأوضح مدير الإيرادات في وزارة المالية أنس علي أن نتائج هذا المزاد تأتي في إطار تحديثات مزايا الأوراق المالية الحكومية التي قامت بها الوزارة، حيث سمحت لسندات الخزينة المكتتب عليها بموجب هذا المزاد بالتداول في سوق دمشق الأوراق المالية، كما سمحت أيضا لشركات الوساطة المالية بالمشاركة في المزادات. كما أشار مصرف سوريا المركزي في بيان مماثل إلى أن شركات الوساطة المالية المؤهلة لم تتقدم للمشاركة بأي عرض خلال المزاد، كما لم يتقدم المركزي بعرض غير تنافسي، وبلغ حجم العروض الإجمالي 253 مليار و600 مليون ليرة سورية، وتم قبول كل العروض في حين تم تحديد حجم الإصدار النهائي من قبل وزارة المالية عند مستوى 227 مليار و600 مليون ليرة سورية.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون إعادة إنتاج أشباه المواصلات في الولايات المتحدة لإحياء قطاع إنتاج أشباه المواصلات وغيرها من أدوات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة خشية من أن تهيمن الصين عليها. ويشتمل هذا القانون على نحو 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج الشرائح الرقيقة، ويخصص عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير. إلى ذلك بيّن بايدن أن الدعم المالي بموجب هذا القانون سيساعد على كسب المنافسة الاقتصادية في القرن 21، علما أن أمريكا تنتج 10% فقط من الإمدادات العالمية، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة في أشباه المواصلات وحدها 50 مليار دولار. لاحظت الأمم المتحدة انخفاضا في أسعار المواد الغذائية في العالم مع تطبيق اتفاق الحبوب. بالمقابل كشف إبحار سفن الشحن أنها لم تذهب إلى البلدان التي تواجه المجاعة، وهو ما بررته هيئة الأمم المتحدة بأن ساعد في خفض أسعار الغذاء العالمية، إلى جانب أن السفن العشر التي غادرت الموانئ الأوكرانية تحمل بشكل أساسي علفا للحيوانات، واتجهت جميعها إلى بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإيطاليا، وليس إلى أي دولة تواجه مستويات كارثية من الجوع. هذا وتمثل أوكرانيا 5% من صادرات الحبوب العالمية، في حين تصل حصة روسيا إلى 4 أضعاف. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت، وعودة إلى نزار. شكرا. قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن نصا نهائيا قدم مع اختتام المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا، استغرقت 4 أيام بغية إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وكانت المحادثات غير المباشرة قد استؤنفت بعد بعقد اجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني وإنريكي مورا من الاتحاد الأوروبي. يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ الاتفاق النووي الإيراني إحدى حيله للوصول إلى السلطة، وتحت ضغط الوقت لم يبقى أمامه سوى التسريع في إحيائه قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في تشرين الأول. 200 نائب جمهوري في الكونغرس وجهوا خطابا للرئيس بايدن ينذرونه فيه بأن أي اتفاق نووي مع إيران يبرم دون موافقة الكونغرس سيواجه المصير نفسه الذي واجهه الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015 وانسحب منه الرئيس دونالد ترامب عام 2018. أحد الجمهوريين أوضح لوسائل إعلامية أنه يتطلع إلى استخدام عريضة تتطلب دعما من 218 مشرعا في مجلس الشيوخ، والتي إن نالت الدعم الكافي ستفرض إجراء تصويت على الموافقة أو عدم الموافقة على العودة إلى الاتفاق النووي. 4 أيام من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا بغية إحياء الاتفاق النووي الإيراني نتج عنه نص نهائي قدم مع اختتامها. منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غرد على تويتر أنه ما يمكن التفاوض عليه جرى التفاوض عليه. النص النهائي ينتظر الآن الموافقة الإيجابية من الدول المعنية بالاتفاق ليتم التوقيع عليها. في ملف الاتفاق النووي الإيراني، قرار العودة للاتفاق لا يتوقف فقط على الولايات المتحدة أو إيران وحدها، لأن الكرة في الوقت نفسه في ملعب كل منهما، حيث تطرح طهران مطالبها وتقدم واشنطن مطالبها أيضا. ومن الصعب القول كيف ستسير نتائج هذه الجولة من المفاوضات. لإدارة بايدن مصلحة في الصفقة
بسبب احتمالية أن يسيطر الجمهوريون على الكونغرس في الانتخابات النصفية. إدارة الرئيس الأمريكي في وضع صعب، وهي بحاجة لاستعادة الصفقة، وربما يماطل الإيرانيون في الوقت حتى موعد الانتخابات من أجل المساومة على شروط تناسبهم أكثر بحسب كبار الباحثين الروس. وبحسب تصريحات ممثلي روسيا وإيران، فإن طهران وبدعم من موسكو تصر على موقفها، وتتوقع أن تقوم واشنطن بخطوات مقابلة. وإذا لم يروا في طهران استعداد واشنطن لحل وسط، فلن يكون هناك عودة إلى الصفقة النووية. إلى العناوين. الرئيس الأسد يمنح السفير الباكستاني بدمشق وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة. موسكو تقول العالم يسير على حافة الهوية مع قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيا النووية. وفي مضيق تايوان الصين تكشف عن استمرار دوريات الاستعداد القتالي بانتظام. إلى اللقاء.